حطيته سكر. رحت المدرسة اليوم؟ ايوه. سويتوا؟ طولنا. طولتوا؟ واختبرنا. ايش اختبرتي؟ اختبار ما كنت سويته الا انت قلت طولنا. طيب نحط الكيك الحين بالفرن. عدس تضحكون يا جماعة، والله هو كذا الشكل النهائي. تصير أهم شيء الحين بنسوي خليط الكريمة. كوب حليب وثلاث أضرف من الكريمة. ما راح. أيوه. مو على كيفك. مو على كيفه، هو كذا. نحط شوي من بسكوت جوزة. لا تحطوا، لا تحطوا. أقول مو على كيفك أنت. لا تحطون. هم متابعيني أنا، مو متابعينك أنت. أنت ما عندك متابعين. هذا وش هذا وش؟ متابعيني أنا. لا. أنت وش؟ هذا أنا اللي أصور وأتعب. واطبخ. الله يسلم عمرك، سويتي ولا شيء. انت تسرقين من طبخاتي. انت تسرقين. الحين هذه اللحظة الحاسمة، انا ما ادري هو راح يسرب ما يسرب، الله اعلم، بس عاد راح اسوي. هي مفروض تكون صفرة ترى على فكرة، بس انا لاني حطيت بسكوت جوزة صار لونها كذا. يا رب يا رب تزبط. سحاب ادعي يا رب. ترى صورت مقطع وانا احط الكاكاو باودر بس انحذف. المهم احلم فيها ما تطول هي بالثلاجة عشان الكريمة بسرعة تتماسك، حتى بالتقطيع بتكون مرة سهلة. أذوق معاكم علشان نعطيكم التقييم لايف. صراحة يعني مو ذاك الزود زي ما قالوا لي. عادي طعم الكيكة حق بيتي كروكر، وفي شوي طعم كريمة، وتحسونها شوي ناشفة يعني، ومو مرة حالية. أوكي ممكن تعجب الناس اللي ما يحبون الكيك الحالي، بس إنها حلوة يعني كشكل مرتب وتقطيع. ما تديهوش غير لأنها تستحق. قابلتي نازلة ولا لسه؟ لا لسه.